الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. الخير المحبوب، الشر المكروه، هذه عناوين مختلفة متفاوتة المضمون، والنتائج تختلف باختلاف هذه العناوين. البعض من المؤمنين بل لعله كثيرا من المؤمنين يسألون، يقولون: نحن نعمل أعمال صالحة، نؤدي واجباتنا الشرعية، نخدم الناس قدر استطاعتنا، نبر بالآباء والأمهات، نصل أرحامنا، نصلي مستحبات، نصوم مستحبا، نذهب إلى الحج والعمرة، نذهب إلى زيارات المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذه الأعمال الصالحة، ندفع الصدقة. ولكن مع كل هذه الأعمال الصالحة نحن غارقون في البلاء،
لا نخرج من مرض إلا ونسقط في مرض آخر. لا ينتهي نوع من البلاء إلا ويأتي نوع آخر من البلاء. أليست الآيات القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة بيّنت أن هذه الأعمال الصالحة تدفع السوء، تدفع الشر، تبعد البلاء، تبعد المكروه؟ فلماذا هذه الأعمال الصالحة لا تؤثر؟ الجواب على ذلك الآيات القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة بيّنت أن هذه الأعمال الصالحة تدفع السوء، تدفع الشر، لا أنها تدفع المكروه. البعض يخلط بين هذه العناوين، يتصور أن كل مكروه شر. يخلط بين الخير والمحبوب، يتصور أن كل محبوب خير. لكن القرآن الكريم بصريح العبارة ينفي ذلك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تتصور أن كل شيء تكرهه، كل شيء مكروه عندك هو شر، لا، أحيانا يكون خيرا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تتصور أن كل شيء محبوب لك هو خير لك، لا، أحيانا يكون شر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرق بين المكروه والشر. الأعمال الصالحة تدفع الشر، تدفع السوء، أما أنها تدفع المكروه لا، ليست بالضرورة. قضية ماريا القبطية، تلك المرأة الصالحة الجليلة العظيمة التي اتهمت بتلك التهمة العظيمة الكبيرة، قضية جدا كبيرة، جدا صعبة من قبل تلك المرأة وجماعتها. هذه القضية بهذا الحجم، هذه القضية الصعبة جدا، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عنها؟ يقول إنها خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك، قضية ماريا، اتهام أولئك ماريا القبطية بتلك التهمة الكبيرة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طبعا أولئك الذين اتهموها في قعر جهنم، لكل امرئ منهم، أولئك المتهمون الذين اتهموا أصحاب الإفك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا في قعر جهنم. ولكن بالنسبة إليكم ماذا؟ أنتم المؤمنون، هذه القضية ليست شرا. إذا مثل هذه القضية بهذا الحجم، هذا الألم،
هذا الجرح الذي لا يزال باقيا في قلوب المؤمنين وسيبقى. اتهام بهذه الدرجة من تلك المرأة الناصبية إلى هذه المرأة الصالحة الجليلة، هذا الجرح موجود في قلوب المؤمنين وسيبقى إلى يوم القيامة. هذا الجرح بهذا الحجم، الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فما حال قضايانا الخاصة الشخصية؟ ممكن أن تكون تلك الآلام التي نتحملها في أمورنا الشخصية العادية تكون خيرا؟ نعم. عائلة مشهورة علمائية وقعت في مشكلة سياسية مع حكومة طاغية، في وقتها المشكلة كانت صعبة، صعبة جدا عليهم وعلى من حولهم أيضا، ألم كبير. وبقيت آثار تلك المشكلة إلى سنة أو أكثر من سنة، ثم الدنيا تتغير، انقشعت، زالت، أو أكثر الآثار زالت. بعد انتهائها بفترة رأيت أحد أولئك من تلك العائلة الكريمة، فصار الحديث عن تلك القضية، فقال هو ضمن الأفراد الذين كانوا في بحبوحة تلك المشكلة، قال بعد انتهائها وانتهاء أكثر آثارها جلسنا وكتبنا فوائد تلك المشكلة الكبيرة، فأحصينا 22 فائدة، فائدة مهمة، وذكر لي بعضها. طبعا بالفعل فوائد مهمة، مهمة جدا، وحسب الوضع الطبيعي الظاهري لا تحصل هذه الفوائد إلا بهذه الطرق. في وقت المشكلة الشخص مريض يعاني من آلام شديدة في المستشفى، في العناية المركزة، القضية صعبة، صعبة صعبة، ألم، نعم ألم، ولكن ألم شر لا قد يكون خيرا. الألم مكروه، يكرهه الإنسان، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون شرا، بل حتى الآيات القرآنية المباركة، الأحاديث الشريفة تعلمنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشر لا من المكروه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق لا من مكروه ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. شر. في سورة الناس من شر الوسواس الخناس. الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشر لا من المكروه. لا يحب الإنسان هذا المكروه، صحيح، من يحب المرض؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت أن يشفي كل المرضى. لا أحد يحب عادة، لا أحد يحب المرض، لا أحد يحب الفقر، لا أحد يحب فقدان الأمن، ولكن هذه تكون شرا، لا ذاك موضوع آخر. أما بالنسبة إلى ما يأتي منه الشر من أين يأتي للإنسان؟ الشر يأتي للإنسان
من جهتين، من جهة نفسه ومن جهة المخلوقات الأخرى. الشر لا يأتي من جهة الخالق عز وجل. يعني ماذا لا يأتي من جهة الخالق؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر؟ نعم، ولكن هذه المنظومة، هذه المجموعة، بما هي مجموعة خير؟ تنظر إلى شيء معين، هذا شر، نعم هذا شر، ولكن هو ضمن هذه المجموعة هو خير. أجلكم الله، أجلكم الله، الكنيف، الحمام، شيء مكان حسن؟ لا، مكان سيء، مكان غير مرغوب فيه، ولكن الدار التي ليس فيها كنيف دار ناقصة. وجود الشر ضمن هذه المجموعة هذا صحيح، ولكن هذا الشر ضمن هذه المجموعة شيء حسن، ضمن هذه المجموعة، وإلا هذه المجموعة لا تكتمل، المجموعة تكون ناقصة. بالضبط مثل ساحة الامتحان، ساحة الامتحان مكان فيه أشياء جميلة، قد تكون أشياء جميلة وقد تكون أشياء قبيحة، وبالفعل في الامتحان البعض يسقط، ولكن ساحة الامتحان شيء حسن. في ساحة الامتحان يتبين من هو المجد ومن هو الكسلان. ساحة الامتحان شيء حسن، الدنيا ساحة امتحان، ساحة الامتحان يلزم أن تتضمن أشياء سيئة أشياء حسنة، حتى في هذه الدنيا يخرج شخص مثل فرعون ونمرود، يخرج شخص مثل فلان وفلان من أمة النبي صلى الله عليه وآله، ويخرج شخص مثل سلمان وأبي ذر. إذا لم تكن هذه الساحة فيها موارد خير، فيها موارد شر، الكل يصبح مثل سلمان. أصلا لا أحد يصبح مثل سلمان، سلمان في هذه البحبوحة، في هذه المشاكل أصبح سلمان. سلمان يبقى في مستوى داني، وفرعون أيضا يبقى في نفس المستوى، لا فرعون ينزل لا سلمان يصعد. الشر لا يكون من الخالق عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الشر يأتي من أين؟ السوء يأتي من أين؟ يأتي من الإنسان نفسه، ويأتي من بقية المخلوقات، من بعض المخلوقات، سواء من الجن، شياطين الجن، سواء من الإنس، أئمة الكفر الذين يأخذون أحيانا مليارات إلى نار جهنم. سوء، شر. والشر صنفان، شر واقع وشر متوقع. الشر الواقع مثاله الواضح الذنوب، العياذ بالله تعالى، حتى الصغائر. إخواني بين قوسين، لاحظوا ما يقوله الفقهاء الكبار، يقولون في التقسيم الواقعية نحن ما عندنا الذنب الصغير وذنب كبير، كل الذنوب كبائر. إذن ما هو معنى أن الذنب الفلاني من الصغائر والذنب الفلاني من الكبائر؟ هذا له تفسيره، إما القضية قضية نسبية، هذه بالنسبة إلى تلك صغائر،
أو قضية آثار مختلفة أو أي شيء آخر. الذنب شيء كبير، أصغر الذنوب هو شيء عظيم، هو شيء كبير، مخالفة رب العالمين هذا شيء صغير أصلا. الذنوب شر، الذنب الذي ارتكبه الإنسان شر واقع، وقع شيء انكسر خلص، وشر متوقع، يوجد أحد من المؤمنين لا يتوقع الشر، لا يتوقع أن يسقط في الذنوب، لا يتوقع أن ينحرف، العياذ بالله تعالى. لا أتحدث عن أمثالي، أتحدث عن أمثال سلمان سلام الله عليه. سلمان عندما كان يعيش كان لا يتوقع أن يسقط في شر، نعم كان يتوقع، بل كان خائفا كثيرا، كان يخاف من أي شيء. والشر الذي يكون من المخلوقات كذلك شر واقع، هذا أخذ الشخص حرفه، قد لا يرجع أصلا، أو من الممكن أن يأخذه الشيطان، من الممكن أن يأخذ من لم يأخذه. أئمة الكفر أخذوا مجموعة، من الممكن أن يأخذوا مجموعة أخرى، شر واقع وشر متوقع. إذن عندنا مكروه، عندنا شر، عندنا محبوب، عندنا خير. ليس كل محبوب خير، كل ما أحبه هو خير، لا ليس بالضرورة. المهم الشر والخير، المحبوب والمكروه شيء دنيوي ليس مهمين. أقع في الشر أم أسير في الخير، هذا هو المهم. لو أردنا أن نفرق بين الألم والشر، الشر هو الألم، ليس تفسيرا طبعا كبيان مصداق، الشر هو الألم غير المجبور، الألم غير المتفادى، الألم الذي لا يتفادى، هذا شر. المكروه هو الألم الذي يتفادى، الألم الذي يجبر بشيء أهم منه، هذا مكروه ولكنه ليس شر. المحبوب والخير نفس الشيء، الخير هو هو الشيء، هو اللذة الفعلية أو المستقبلية، اللذة التي لا يقابلها ضرر أكبر منها، هذا خير. المحبوب ما هو؟ لذة ولكن قد يقابلها ضرر أكبر منها، طعام لذيذ ولكن فيه سم قتال، اللذة موجودة ولكن ضررها أكبر. المهم الخير والشر، النقطة المهمة الأخيرة، كيف نحصل على الخير، كيف نبتعد من الشر. هناك كلمة واحدة، أينما سرنا ننتهي إلى هذه الكلمة في مجال الخير والشر. من أين بدأنا؟ هذا هو الأساس. هناك منبع للخير، وهناك مصدر الشر، هناك خير مطلق وهناك شر مطلق.
الخير المطلق هم محمد وآل محمد. للمؤمن الخير المطلق هم أهل البيت. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الخير المطلق ابدأ من أي مكان، سر في أي طريق، تنتهي إلى هذا المنبع للخير. لا يوجد منبع آخر، هذا ولا غير. والشر أيضا له مصدر، ابدأ من أي مكان تنتهي إلى هذا المصدر والعياذ بالله تعالى. المصدر للشر هم أئمة الكفر، أعداء أهل البيت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، في هذه الكفة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الروايات المعتبرة تقول العدل محمد صلى الله عليه وآله، والإحسان علي صلوات الله عليه، وإيتاء ذي القربى آل محمد. لا يحتاج أن أقول لكم ما هو معنى الفحشاء والمنكر والبغي. اقرأوا في تفسير القمي، اقرأوا في مصادر الأحاديث الشريفة، واضح. هذه الكفة تقابلها تلك الكفة، هذا مصدر الخير وهذا الطريق مصدر الشر. من أراد الله به الخير، من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. ومن بقية الرواية، ومن أراد الله به السوء، به السوء، السوء ليس سوءا، ذاك الخير ليس خيرا واحدا، الخير. ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه، والعياذ بالله تعالى، قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. هذا هو المصدر، هذا الخير، ذاك الشر. هذا الخير لا علينا بالمحبوب لا علينا بالمكروه، أمور دنيوية زائلة. علينا بالخير، علينا بالابتعاد عن الشر. هذا كلما اقتربنا إلى هذا المصدر النظيف النقي الطاهر الطهر، اقتربنا إلى الخير في مجال العقيدة، هذا في مجال العمل، هذا في مجال الأخلاقيات، هذا أي مجال حسن فيه خير، هذا في مجال العقيدة أريد أن أرتقي في مجال الخير، هذا عمليا اعمل طبق أوامرهم، أخلاقيا سر على منهجهم. بنفس النسبة التي أقترب من هذه الكفة أبتعد من تلك الكفة. في أي مجال فيه خير، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى بالبركات العظيمة الجليلة الكبيرة
لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقه وبحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، بحقهم ارزقنا خدمتهم في الدنيا، بحقهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، بحقهم زد في قلوبنا حبهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين